على كل مشاهدي الكرام نذكر بأرقام سوق الأسهم السعودية في ثاني تداولات هذا الأسبوع. نتابع أن السوق اليوم ما زال يعني على اللون الأخضر، بعض المكاسب بأقل من 8 نقاط. السوق اليوم يعني على عتبة مستويات 8000 نقطة بعد أنه يعني تداول كثير الفترة الماضية حول هذه المستويات. على كل أفصل أكثر في أداء سوق الأسهم السعودية. انضم معنا هاتفيا محلل الأسواق المالية الأستاذ عبد المجيد الفايع. حياك الله معنا سيد عبد المجيد، شكرا لوجودك معنا. بدأ أن السوق اليوم يعني ما زال دون مستويات المقاومة عند مستوى 7995 نقطة، اليوم فنيا إلى أين يتجه المؤشر في ظل يعني هذا الأداء المتواضع؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المتابعين. حياك الله. طبعا بالحديث عن السوق السعودي أو سوق الأسهم السعودي، أجل 8000 أو مستويات 8100 هي أحد مستويات أو أحد مستهدفات السوق القادمة، خصوصا بعد إطلاق سوق المشتقات المالية. فنيا 8100 هي أحد مستهدفات السوق إن شاء الله خلال الفترة القادمة. جميع المحفزات حوالين السوق يعني جيدة، فأرى أن الأرقام أو 8100 هي أحد مستهدفات على المستوى القريب إن شاء الله. جميل. السوق السعودي. نعم، اليوم شاهدنا سلوك السوق منذ أولى جلسات الأسبوع، الاهتمام بالأسهم الصغيرة والمتوسطة عوضا على الأسهم القيادية، وارتفاع بالنسبة نسبة المضاربة على هذه الأسهم. اليوم كيف تقرأ توجه المستثمرين للأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق؟ الأسهم الصغيرة أو الأسهم المتوسطة للسوق عليها حركة جيدة أو عليها إقبال من المستثمرين، خصوصا يعني شهدنا يعني بعد تحقيق الأسهم القيادية مستويات قياسية أو عالية جدا، نجد أن بعض الأسهم اللي ما تحركت أو ما كان عليها زخم صعودي خلال الفترة السابقة الآن تحركت. فلو نلاحظ أن الزخم الصعودي أو الشراء أو زخم الشراء على السوق كانت في البداية على الأسهم القيادية، بعد كذا خلال الفترة هذه شهدناها على الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الفترة هذه. نعم. ولكن أيضا ننتقل إلى جانب آخر. اليوم كان إعلان شركة بن داود القابضة أنها يعني ستعلن عن نشرة الإصدار، واللي أعلنت عنها على أنه سيتم طرح 22 مليون سهم. اليوم كيف تقرأ؟ أمس كان عندنا يعني أول يوم تداول لسوق المشتقات المالية، وأيضا اليوم عندنا إعلان شركة بن داود واللي سيتم العمل عليها خلال الشهر الحالي. فترة الآن السوق في هذه الأخبار الإيجابية، سوق مشتقات مالية جديد وأيضا طرح شركات جديدة في السوق، التأثير المحتمل لها الفترة القادمة بخصوص شركة بن داود؟ طبعا اسم عملاق، والتوقيت في اختيار الطرح هو جيد، خصوصا بعد شفنا أداء القطاع بشكل عام أو نجاحه خلال جائحة كورونا يعني، ونتائج وأرقام القطاع جيدة، توقيت جيد، اسم عملاق للشركة طبعا ما يضفي على السوق طابع جيد أو طابع استثماري جيد. هذا بخصوص طرح بن داود. أما بالنسبة لسوق المشتقات المالية، سوق المشتقات لاحظنا بالأمس كان عليه صفقات ضعيفة، طبعا صفقات ضعيفة بسبب يعني ما في الوعي الكافي لهذا السوق، رغم أن هذا لا 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 السوق هو جاذب بشكل كبير سواء للمضارب أو كذلك حتى للمتحوط عن استثماراته. على سبيل المثال من فتح صفقات أو فتح مراكز شراء سابقة على أسهم قيادية كانت مستويات منخفضة خلال السوق خلال الفترة السابقة أو خلال فترة جائحة كورونا، يعني على حسب استراتيجية أو سياسة استثماره كان من المفترض أن من بداية إطلاق سوق المشتقات المالية أن يبدأ بفتح عقود شورت على الأسهم القيادية تحوطا لاستثماراته. طبعا هو أو الفكرة فيه هو تأمين للاستثمارات. نعم. يعني الفكرة فيه جيدة جدا للتأمين على الاستثمارات. المتوقع بالنسبه للفتره القادمه بعد انه يعني ما ينضج السوق حاليا ويكتسب يعني بعض يعني القوه، المتوقع للفتره القادمه بالنسبه لسوق المشتقات الماليه والاقبال عليه من قبل المستثمرين الافراد؟
وأنا أتوقع أن يكتسب زخم مع الوقت، فقط يحتاج إلى توعية آلية أو طريقة أو معرفة من المتداول كيف يمكن أن يستخدم هذه المشتقات، كيف يمكن يستخدمها سواء للتحوط أو سواء حتى للمضاربة أو التداول أيا كانت الطريقة. طبعا هو سوق خصب يعني تو جديد علينا على المتداولين في السوق السعودي بشكل عام، ولكن يعني مع الوقت أنا أتوقع أنه راح يكتسب زخم أقوى مع كل صعود للسوق. أعتقد أن هناك حركة موازية في سوق المشتقات، يعني حركة أقوى. نعم. هذا هو المتوقع. طبعا الأستاذ عبد المجيد الفاهم محلل الأسواق المالية كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.